أنا اسمي نبيل نعوم، وأنا مصري وكاتب روائي وقصص قصيرة، وأكتب أيضا في النقد الفني فيما يتعلق بالفن العربي المعاصر من ناحية التصوير والتصوير الفوتوغرافي. أقيم حاليا في باريس، أو يعني ممكن أقول إن أنا أيضا بين القاهرة وباريس. وقبل كده كنت مهندس وعشت 10 سنوات في أمريكا كمهندس، وتركت الهندسة من أجل الكتابة. أنا تاريخي مع الكتابة زي تاريخي مع الهندسة، فأنا العيلة بتاعتي كانت معظمها دكاترة فأطباء، فأنا كان المفروض حسب يعني رغبة والدي إن أنا أكون طبيب أيضا، ولكني تمردت ودخلت كلية الهندسة ودرست الهندسة، وكنت يعني من القلائل في العيلة اللي بيدرسوا الهندسة. ومرة أخرى تمردت على الهندسة وقررت إني أترك الهندسة وأتفرغ للكتابة، فده كان يعني قرارين اتخذتهم تقريبا بصفة شخصية، وفي الآخر خالص يعني أنا سعيد بهذا القرار أني حاليا متفرغ للكتابة. أنا أول ما ابتديت الكتابة ابتديت تقريبا وأنا في المرحلة الثانوية، وأنا تقريبا بعيد نفس الشيء اللي أنا بكتبه مرة ومرة تانية، وبتاخد مني الكتاب يمكن 4 سنوات لغاية لما أطلع كتاب جديد. لكن أنا في رأيي أن كل ما يكتب قد كتب من قبل، وإنما نحن يعني نضع بعض اللمسات الشخصية في الكتابة، إذا كانت الكتابة كتابة يعني في رأيي ممكن تكون كتابة تتعلق بالكاتب، أو يعني تخص الكاتب، ما هوش لا هو ليس بفيلسوف وليس بسياسي وليس بمنظر اجتماعي، ولكنه الكتابة هي نوع من الوحي، ولما الواحد بيقعد يكتب فكأن في هناك علاقة خاصة ما بين الكلمة وموسيقى الكلمة والجملة، وخاصة ان انا بكتب باللغة العربية اللي انا بلاقيها لغة رائعة وفي غاية من القوة ومعبرة بطريقة غير عادية. يعني أنا أعرف الإنجليزية وبعض الفرنسية، ولكن العربية بالنسبة لي، ولذلك أكتب كل كتبي مكتوبة باللغة العربية وترجمت بعد ذلك إلى عدد من اللغات. وأهمية الكتابة بالنسبة لي هي نوع من التركيز الذي يدخل فيه الكاتب في علاقة خاصة بينه وبين نفسه أولا، وإذا كان بيحدث هذه العلاقة الحميمة فالمنتج ليس بالنتيجة النهائية يجب أن يكون يعني بالسيلر ويبيع بالألاف والمئات الألاف وكده، لأن ده مش هو مقياس النجاح بالنسبة للكاتب. مقياس النجاح بالنسبة للكاتب أو بالنسبة لي أنا أني أثناء ما أنا بكتب فأنا موجود، حيث أني أنا موجود فالوجود ده شيء غير عادي ومنحة غير معقولة من الكرم، فبالتالي الكتابة هي نوع من إثبات الوجود أو التواجد في هذا العالم المملوء بالمتع وبالحيرة وبالتساؤل. Thank you.
أول كتاب نشرته في مصر طبعا باللغة العربية، وكان أنا نشرته على حسابي، وهو كتاب الباب، نشر تقريبا سنة 77، وكان يعني غريب شوية، أو مش غريب شوية، لكن بعض يعني اللي قرأوه لقوا إن في نوع من التجديد إلى حد ما، وهو إن الكتاب عبارة عن رحلة الروح تقريبا خلال مصر بتاريخها المختلف، من الفرعوني إلى والإسلامي والصوفي والمسيح القبطي والفترات المختلفة والفترات الحديثة أيضا. فكانت الباب هو المنفذ بتاع الروح إلى الدخول إلى العالم، والعالم هو مصر، فكان ده الكتاب الباب. بعدين بعد كده نشرت مجموعة قصص، ثلاث مجموعات قصص قصيرة، ثم نشرت الأول الباب كانت رواية، نشرت مجموعة قصص قصيرة، ثم نشرت روايات، وآخر رواية كانت رواية نصف الصدر التي صدرت سنة 2015 يعني أو 16، من مدة قريبة، وهي أيضا تتعلق بتقريبا الفترة الستينات في مصر، ونشوء طفل معوق في الفترة دي، وكيف بالرغم من تعوقه كان يعني موهوبا فأصبح مهندسا ومعماريا كبيرا، وعلاقاته بالحياة وعلاقاته بتاريخه. وبهذا بعمل نوع من التسجيل إلى حد ما لفترة الستينات في مصر، حيث كان العالم ليس هو نفس العالم الذي تعيشه مصر الآن يعني. بالنسبة طبعا من الأسئلة التي تسأل كثيرا ويسألها الكثير يعني يسألها الكثير من الكتاب، هي هل من الممكن أن الكاتب يعيش من كتابته؟ هو في نوعين من الكتاب، في الكاتب الذي له مهنة غير الكتابة، كأستاذ في الجامعة أو مدرس أو صحفي أو له أعمال أخرى، والكتابة إلى جانب الأعمال دي. وفي الكاتب الذي تفرغ تماما للكتابة، وفي أغلب الأحيان من الصعب أنه يعيش فقط على الكتابة، لأن الكاتب الذي يعني يعيش من الكتابة هم الكتاب الذين يكتبون الكتب التي أكثر مبيعا والبست سيلر، وهي كتب يعني بعضها عظيم ورائع، وأيضا كثير منها ليس له قيمة، ولن تظل هذه الكتب في تاريخ الأدب. فبالتالي من يعيش من الأدب الجيد قلائل يعني. أنا أعتبر حيث أن أنا يعني منها يعني لست من هؤلاء القلائل، فأنا لم أستطع أن أنا أعيش فقط من الكتابة، وإنما أنا كنت مهندس من قبل، فما زلت أعيش على ما عملته يعني ما استفدت منه من عملي كمهندس، لكن هذا لم يوقفني عن الاستمرار في الكتابة، فأنا ما زلت أكتب. وهذا العام في خلال شهر أو شهرين سيصدر لي عمل جديد من القصص القصيرة في القاهرة، وستصدر لي مجموعة قصصية مترجمة إلى الفرنسية في نهاية العام. فأنا مستمر في الكتابة، لكن هذا هو قدري. وفي الآخر يعني ما يهمني هو بالنسبة لي في الكتابة هي أن أتواجد في اللحظة، لأن الكتابة تحضرني إلى اللحظة. وأنا في أظن في قصة من القصص اسمها القمر في اكتمال، كانت الجملة فيها بتقول: وفم اللحظة كان مفتوحا ليلتهم من أضاع اللحظة.